عندك سيكاتريس ولا الحب في وجهك، دومي على هاد لاغوتين لمدة شهر وراكي رايحة تشوفي النتيجة من أول أسبوع. المنتجات اللي حنا ضلكم عليهم طالع مارك ميناتور إن مارك ألجيريان، تخدم منتوجات طبيعية للعناية بالبشرة الشعر والجسم بصفة عامة. أنا نبغيها بزاف وني نستعملها غير هي. حاجة راح تبداي بها تغسلي وجهك بصابون نيل الزرقاء صباح وعشية، راح يوحد يصفي ويبيض البشرة. أنا نغسل بها هاد الأيامات وبزاف عجبني. بخي ديري أن ديتوكس مرة في السمانة يكون فيه الطين الرمادي مع ماء الورد، راح يفرز لك كاع السموم يكون في لاكو تاعك ويخرج لك كاع الحب اللي يكون تحت البشره ويعالج. لازم ديري ماسك كل سمانه فصلي بينه وبين ديتوكس. الماسك هذا راح يكون فيه بودره الودعه معروفه بلي عندها بزاف بزاف فوائد هايله، راح تنحي لكم لي سيكاتريس داكني وسكين امبيرفيكسيون. دونك خلطوها معايا وقت طبيعي وابليكيها على وجهك. ما تنساوش الترطيب، استعملوا فيتامين او زيت بذور المشمش، راح يترطب لكم وتعقم لكم الحب اللي يكون في وجهك. اذا بغيتوا تستعملوا من نفس المنتوجات اللي نستعملها انا، ما عليكم غير تباسيو لا كومونتاكم في لو سيت تاعهم ولا في لاباج، دوك نطاقيها لكم في الشغل ستوري.